فانظروا إخواني في الله، ماذا ننصح الكادر الطبي؟ أنصحهم أن يتقوا الله وأن يحتسبوا في عملهم الأجر والثواب عند الله، بمعنى أن يحققوا الإخلاص في عملهم. والله إنهم على ثغرة، لو فعلوها لحصلوا من الأجور ما الله به عليم. فهذا مكان يكون الإنسان بشر تحت يديك، وأنت تقدم له الرعاية لوجه الله، وتأخذ راتبك، والاكتساب لا يتنافى مع الاحتساب، فكيف لا تفعل؟ ولن أنسى ذاك الممرض الذي طلب مني مالا ليرعى والدي، وكنت مضطرا فوافقت، ولكنه لم يعجبه ما أريد أن أعطيه، أيضا اشترط مبلغا معينا. قلت له لا، عن كل يوم طبعا، ونحن في مستشفى حكومي، ونحن في مستشفى حكومي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال لي اذهب من هنا. قلت نعم، والدي عنده نزيف في المعدة ويحتاج إلى فحص الدم كل 6 ساعات أو 8 ساعات، وجاء موعد الفحص. قال الشفت التالي يفحص، اذهب. قلت له يا رجل، فقط خذ عينة الدم من والدي وابعثها للمختبر وأنا سأنصرف، لن أبقى عندك. قال تذهب أم أتصل بالشرطة؟ قلت له أحضر الشرطة لنرى من تأخذ، أنا أم أنت. واتصلت بأخ كان ممرضا في مستشفى آخر، أستشير عن فعل هذا الشخص الذي يهددني بالشرطة، فقال لا تخف، أنت صاحب حق. وكان يعرف المسؤول في ذاك المستشفى الحكومي، وهو ما يسمى بالسوبرفايزر، فاتصل به، فجاءني مسر. فعندما علم أن هذا المسؤول قدم، قفز من مكانه كالبرق، ووالدي من كان يسحب منه عينة الدم كان يجد صعوبة بسبب صعوبة معرفة الشرايين والأوردة، فإذا بذاك الشخص كالبرق وهو متقن، أشهد له بالإتقان، استخرج العينة في أقل من دقيقة يا جماعة، هذه الدقيقة التي يهددني بالشرطة. فأخذ العينة وجاء ذاك، ولا أريد أن أتم ماذا حدث، لكن أين الذين يتقون الله؟ في المستشفى، في مواطن كثيرة، كنت أذهب أغيب عن والدي بالساعتين والثلاثة ثم أرجع وأجعل له مرافق بالأجرة، وهذا المرافق أحيانا ينام لأنه بشر لا يمكن أن يبقى 24 ساعة صاحي. فدخلت مرة إلى المستشفى، قالوا اذهب انظر إلى أبيك. قلت أين المرافق؟ قال المرافق خرج، ذهب لينام ذهبه. قلت لا بأس. ماذا أنتم؟ أنتم، أنا في مستشفى وليس في الشارع، أنا عندكم. أتيت فإذا بكيس البول ممتلئ ويتساقط على الأرض، ورجع إلى ثيابه فامتلأت ثيابه وهو قد نزل عن السرير، كان يحرك نفسه، فإذا به طبعا كان مصاب بجلطة دماغية، يصعب الحركة الأطراف، ولكنه يحرك شيئا ما فتحرك، فالبول على جسده وعلى ثيابه وعلى الأرض، وهو في وضع غير مريح. كل هذا في سويعات غبتها عنه، وغاب هذا المرافق بسبب التعب، وكادر التمريض يرونه واستقبلوني وقالوا اذهب وانظر أباك. طب لما لم تقوموا؟ لما لم ترفعوه؟ لما لم تغيروا كيس البول؟ لما؟ قالوا لا تنطق بهذا الكلام، أنت المقصر،
أنت الذي غبت عن والدك. قلت أنا غبت، أنا ذهبت وجعلت مرافقا وذهبت لحاجة، وأنتم الممرضون الموكلون بهذا العمل أصلا، وتستطيعوا أن تفعلوا هذا، فلم لم تفعلوا؟ فحاولوا أن يقلبوا الحقائق. قلت لن أشكو، لا تخافوا، لن أشكو عليكم، لكن اتقوا الله في هؤلاء المرضى. وهكذا في أمثلة كثيرة. فهذا القسم الثالث، أن يتقوا الله وأن يحتسبوا الأجر في عملهم، وأن يتقدموا بالنصيحة لهؤلاء المرضى، وأن يفعلوا المطلوب منهم. كم من مرة آتي إلى كادر الممرضين وهم يمسكون بجهاز الهاتف فاتحين على الفيسبوك، وقد تقول هم يحملون الجهاز يتلقون، لا، يلعبون ويتابعون صفحتهم، وهذا المريض يئن وينادي ويصرخ. قلت لهم ذاك المريض يصرخ؟ قال يحتاج إلى إبرة ليست عندنا، لا صلة لك بغيرك. قلت أنا أشتري الإبرة، أشتري، أين هي؟ قال خلاص خلاص، روح يا شيخ روح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إخواني في الله، نريد كادر طبي يحتسب أجره عند الله ويتقي الله، وبإذن الله العاقبة للمتقين. فيا نعم، والله قابلت أطباء متقنين يتصفون بما ذكرت، يتصفون بنصيحة المرضى وبالإخلاص وبإتقان العمل. نعم قابلت، وقابلت عددا ليس قليلا، فجزاهم الله خيرا، وهم الآن غائبون عني، وربما لا يعرفون ولا يسمعون كلامي، وأدعو لهم أن يتقبل الله منهم وأن يوفقهم وجزاهم الله خيرا. ولكن أخاطب القسم الكبير من الطرف الآخر الذين حدث معي ومع غيري ما ذكرت لكم، نسأل الله أن يغفر لي ولهم وللسامعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.